الصواب نستفتي فيمدون الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الرسالة الفضائية، في لقاء إفتائي متجدد من يستفتونك. في هذا البرنامج نعرض أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور راشد بن سعد المطوع، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله دكتور راشد. يا أهلا وسهلا أخي ياسر، وحيا الله مشاهدينا الأكارم والأخوات المشاهدات الكريمات، وأسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم نافعا للجميع، إنه أكرم مسؤول. اللهم أمين. أنتم مشاهدينا الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فمرحبا بالجميع. حياكم الله دكتور راشد، ونبدأ هذه الحلقة ببعض الأسئلة التي وردت إلي عبر تطبيق إكس. تقول الأخت السائلة: هل هناك سنن مستحب فعلها عند الانتقال إلى بيت جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل المولى عز وجل أن يختمنا جميعا بخير، وأن يجعلنا أهل الخير، وأن يجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير، وأن يحيينا جميعا حياة طيبة، وأن يزيدنا جميعا علما وعملا وتوفيقا ورشادا وسدادا وسعادة ونجاحا وفلاحا في أمر الدارين، إنه جواد كريم. أخي ياسر، لا شك أن المسكن نعمة من نعم الله عز وجل على عبده، فينبغي المرء إذا من الله عز وجل عليه بمأوى ومسكن يسكن ويأوي إليه أن يشكر الله عز وجل عليه. ولذلك جاء في بعض الآثار أن المرأة إذا أوى إلى فراشه ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وآواني وكساني، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. فلا شك أن المرء إذا رزق الله عز وجل بدار يسكن فيها ويأوي إليها وتستقر نفسه إليها، لا بد أن يشكر الله عز وجل إيش عليها، لأن السكن والمأوى نعمة كما أسلفت، والنعم بشكرانها تدوم وبكفرانها تزول. أما ما يتعلق بالأذكار أو هل هناك ثم أذكار معينة بعينها أو سنن، أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات ثلاثا لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك إيش من ذلك المنزل. وهذا الحديث في نظري والله تعالى أعلم أنه عام في كل منزل، إن كان منزلا بمعنى مسمى البيت أو منزلا في الخلاء أو منزل تنزه أو ما شاء أو أي منزل إيش أوى إليه وسكن ونزل فيه المرء، بمعنى أن الإنسان يستحب له لعموم الحديث المتقدم إذا نزل في منزل جديد أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات إيش ثلاثا من شر ما خلق ثلاثا، ثم يقول اللهم انزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ثم بعد ذلك يكثر في هذا البيت من الذكر وتلاوة القرآن وقراءة سورة البقرة على وجه الخصوص، لأن أخذها بركة وتركها حسرة. فمن أدمن وأكثر قراءة سورة البقرة في بيته حلت فيه البركة وتطرد به الشياطين. كذلك يكثر فيه من الصلوات، صلوات المسنونات من السنن الرواتب، وكذلك قيام الليل وسنة الضحى، لأن كما تعلم أخي ياسر بأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورة، كناية ألا يصلى فيها. فالمرء مأمور بعمارة داره بذكر الله عز وجل بالصلاة حتى تعمر بالبركة والتقوى والسكينة، ثم بعد ذلك تحل فيها الملائكة وتطرد منها الشياطين. ثم يسأل الله عز وجل أن يبارك له في منزله، وأن يدعو الله عز وجل أن ينزل على أهل بيته السكينة والطمأنينة والسعادة وغير ذلك. لا أعلم في ذلك والله تعالى أعلم، إنما أسلفت يكتفى بي وما ذكرت والله تعالى أعلم. البعض يفعل وليمة يدعو الناس إليها ما تسمى بالنزالة أو الحلالة،
هل هذه من قبيل العادات أو من قبيل ما أعلم لهذا أصل من ناحية الشرعية، لكن هي من ناحية العرفية مقبولة. لكن الناس اليوم يعني يجرون مثل هذه العادة لا على سبيل التعبد، إنما على سبيل إيش؟ التعود. التعود والعادة والتي جروا عليه، وهي عادة حسنة حقيقة، كون المرء إذا سكن في منزل دعا أقاربه وأحبابه لهذا المنزل في مأدوبة عشائنا وغداء في مأدوبة عشائنا وغداء، حتى يعني يبارك هذا البيت بدعائهم وبدخولهم. ولا شك أن المحب يفرح به بالنعمة التي تنزل على محبه الحقيقة ومحبوبه. صحيح. فإذا دخل والداه مثلا إلى منزله، صحيح، أو دخل إخوانا له أو أصدقاء له أو قرابته، لا شك أنهم يدعون له بالبركة ويدعون له بالخير ويتمنون له الخير، فهي من قبيل العادات وليست من قبيل إيش؟ السنن، والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأموالنا. نستأذنكم شيخ راشد في أول اتصالات هذه الحلقة. زكية من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله وبركاته. ايوه الصلاة على ما صلي وسلم إذا بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر اللهم اجرني من النار. كيف؟ أعيدي سؤالك. اللهم اجرني من النار إذا بعد صلاة العصر ولا قبل صلاة العصر. دعاء اللهم اجرنا من النار هل يقال أيوة قبل صلاة الظهر أم قبل صلاة العصر؟ ايوه نعم. طيب سؤال آخر يا زكية. شكرا. تسمعين الإجابة إن شاء الله. أم سعيد من السعودية. أم سعيد. نعم. تفضل يا أم سعيد، أغلق الهاتف، أغلق التلفاز، سعيد من الهاتف، الله يرضى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك أختي الكريمة ويبارك فيك. يا شيخ صليت العصر. نعم. قرأت في ركعتين الأخيرة صور من بعد الفاتحة، ما أدري هو صلاة الصحيحة ولا ما يصحيحة. طيب سؤال آخر. وأنا في الليل سؤال ثاني. وأنا في التهجد في الليل أقرأ كل صفحة في كل ركعة صفحة كاملة، ما أدري هو يجوز ولا ما يجوز. طيب أقرأ 4 تسليمات والوتر. طيب سؤال آخر يا أم سعيد. لا أبشري بالخير، بارك الله فيك أم سعيد، شكرا لك. منى من السعودية. الله بركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين. السؤال الأول يا منى، هل يجب على المرأة الحائض الإنصات لخطبة الجمعة عند حضورها المسجد الحرام في مكة أو المدينة أم يسقط عنها ذلك؟ لأني كنت صغيرة مع أمي، رحت معاه المسجد الحرام مكة وما معي جوال طبعا، وكان زحمة يوم الجمعة وكذا، وقالت اجلسي ورا عند الترامز، ويوم جلست كذا جت عندي حرمة وقعدت تسولف معي تتعرفي، فما سمعت الخطبة، هل تسقط عننا يعني هي؟ طيب. عند العذر الشرعي ذات. طيب هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني. نعم. خطبة العيدين عيد الفطر والأضحى. نعم. أيهما أفضل المرأة الحائض حضورها؟ يعني بعض الأحيان يصير زحمة، يصير يمكن ضايق نفس الناقف عند بوابة المصلى يعني، أو شو اسمه يعني عند الدرج أو نقعد السيارة زي كذا، هل يعني يصير زحمة اللي يبون يصلون يعني زي كذا، ولا أحسن نقعد البيت يعني نشوف الخطبة عند التلفزيون؟ طيب جزاكم الله خير. شكرا لك يا منى. أم خالد من السعودية. تفضل يا ام خالد. يا اخوي الله يرضى عليك، انا ابغى رقم الشيخ يعني اكلمه موضوع خاص. طيب ممكن؟ طيب انا ما ابغى اسمح الناس. طيب استاذ محمد اعطيه رقم الشيخ، بارك الله فيك. من معنا؟ أمة الله من السعودية. ام علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفكم طيبين؟ حياك الله يا أم علي. الله يستر عليك. شوف يا ولدي أنا بس سمعت، ما أدري صح ولا لا، يقول كيف يعني ما تقرأين كل أسبوع، صح هذا الكلام ولا لا؟ كيف؟ الكهف. طيب يلا يا ولدي الله يستر عليك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا لك يا أم علي. شكرا للجميع.
شيخنا بارك الله فيكم، هنا سؤال، تقول أمة الله عبر إكس أنها كانت من على غير مذهب أهل السنة والجماعة من أهل البدع، وكانوا يسكنون الأرياف ولا تعرفوا أن صيام رمضان فرض حتى وصلت عمر 20 ولم تلتزم بالصلاة، وكانت صلاتها على من على النهج الذي على المذهب الذي هي عليه، وهي الآن استقامت على مذهب أهل السنة وأصبحت مستقيمة على الصلاة وعلى الصيام التطوع، لكنها لم تنوي القضاء وعمرها الآن بلغ 60 وليس لديها استطاعة في قضاء السنوات الفاضية الماضية لأنها مريضة، فماذا تصنع؟ نعم، أولا شيء أخي ياسر، أسأل الله عز وجل يثبتنا بها على الطاعة، وأن يعني يجعل الإيمان يستقر في قلبها، وأن يرشدنا وياها دائما الصواب والحق، إنه جواد كريم. ثانيا أخي ياسر، فيما يبدو لي أن فيما ظهر من سؤالها أن ما كانت عليه مذهب فيه شيء من الكفريات أخي ياسر، كونه لا يعتقد وجوب صيام رمضان ولا وجوب الصلوات، فهي بهذا إذا استقامت ودخلت في الإسلام فهي بهذا قد دخلت في الإسلام، والإسلام يجب ما قبله، فلا يجب عليها تجاه ذلك أن تقضي ما عليها من الصلوات أو ما عليها من صيام رمضان، والله تعالى أعلم. وعلى هذه الأخت الكريمة أن تسأل الله عز وجل الثبات على دينه، ودائما تكثر من قوله أو من قولها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فكونها يا أخي ياسر تهدى إلى الحق والصواب وإلى السنة في خضم هذا العالم اليوم الذي يعج بالمتغيرات والفتن، من فتن الشبهات والشهوات، هذه منة ومنحة من الله عز وجل، فلتحمد الله عز وجل عليها أولا، ثم تسأل المولى عز وجل الثبات عليها ثانيا، ثم تتفقه في دينه حتى تموت وهي على خير وعلى سنة وعلى صواب، والله تعالى أعلم. وبهذا ليس عليها أن تقضي ما عليها، والله تعالى أعلم. نعم عندنا اتصال. طيب زكية تقول: هل دعاء اللهم أجرنا من النار هل يقال قبل الصلوات، خاصة قبل الظهر أو قبل العصر؟ أما قول المسلم اللهم أجرني من النار سبعا، صح في حديث عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قالها عقب صلاتي الفجر والمغرب أو في صباحي ومسائي ثم مات من مسائي أو من صباحي دخل الجنة. بمعنى أخي ياسر، هذا الدعاء يشرع عقب صلاة المغرب أو في أذكار المساء، وعقب صلاة الفجر في أذكار الصباح أخي ياسر، ليس قبل الظهر ولا بعدها، ولا قبل العصر ولا بعدها أخي ياسر، إنما هو من قبيل أذكار الصلوات وأدبار الصلوات، صلاة المغرب والفجر، أو من أذكار الصباح والمساء. وذلك جاء في الحديث: من قال سبع مرات اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، وهو يمسي، ومات في مسائي دخل الجنة. ومن قال حين يصبح سبعا اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، ومات في يومه دخل الجنة. فعلى هذا يكون وقت الاتيان بهذا الذكر عقب صلاة المغرب والفجر، والله تعالى أعلم. نستاذنكم في هذا الاتصال شيخنا الكريم حصة من السعودية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ، أمي حلفت على حاجة أنها ما تسويها، بس لازم تسويها، يعني أنا وأختي نقول لا لازم تسويها، يعني وش هل عليها كفارة ولا تناول دواء ولا وشو؟ لا شيء شخصي شوي. طيب يعني هذا الأمر يجب أن تفعله، يعني لو لم تفعله أيوة. سيكون هناك ضرر أو كذا تقريبا. لكن ليست معصية أي لا سؤال آخر يا حصة؟ لا شكرا، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا للجميع. أم سعيد تقول أنها صلت العصر وفي الركعتين الأخيرتين قرأت ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة. إذا كان ذلك سهوا أو جهل ليس عليه شيء، وصلاتها صحيحة، وإلا في السنة بأن المسلم يكتفي في الثالثة من الصلاة الثلاثية وفي الثالثة والرباعية من الصلاة الرباعية بقراءة سورة الفاتحة دون ما قراءة ما تيسر. أما إن قرأها جهلا أو سهوا فليس عليه شيء، وصلاته صحيحة، والله تعالى أعلم. نعم، تقول أنها تقوم الليل وتقرأ في كل ركعة صفحة كاملة، وقيامها لليل 4 تسليمات مع الوتر.
لا بس أخي ياسر، لها أن تقرأ ما تشاء، وإن كان الحقيقة الأصل في قيام الليل أنه ماذا؟ طويل القراءة. ولذلك إن ناشئ الله عز وجل ماذا يقول؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى كما قالت عائشة تتفطر قدماه، وعندما سئل عن ذلك قال فلا أكون عبدا شكورا. وأيضا نقلت عائشة من صلاته صلى الله عليه وسلم في ليله أنه كان يفتتح صلاته بأربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فلا شك أن قيام الليل أصل فيه الإطالة، لكن الإنسان في الوقت ذاته مخير، بمعنى لو اكتفى حتى بقراءة نصف وجه أخي ياسر أو قراءة وجه له ذلك، بمعنى أنه يراعي في ذلك ما هو الأوفق لحاله. وإن كان الأصل في 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 الأفضل في قراءة قيام الليل هي أن يطيل المسلم قراءته في قيامه لليله، لكن لو أنه في ذات ليلة مثلا تقاعس أو أصيب شيء من الضعف أو شيء من النعاس ثم يعني خفف صلاة له ذلك، لأن الأمر مبناه على الاستحباب والسنية والله تعالى أعلم. أم علي من السعودية. ألو. نعم تفضلي. أيوه. أنا بسأل بالله عن الشراب، أنا بس شراب يعني ضاغط علشان عندي تورم في الرجل، ومرات يعني يقوم الواحد مثلا على صلاة الفجر متأخر وصير أتيمم لأني أطول وأنا يعني أفسخ وكذا، وأتيمم يعني حاطة عندي رمل وأتيمم أخاف أن الصلاة تفوتني وأصلي، ما أدري يعني علي شيء أو لا. طيب. وعندي سؤال يعني بالله ليه منك مثلا صارت الشرابات مبللة وتدري أن الماء هذا طاهر بس أنك يعني مسحت عليها يعني مبللة، هل عليك شيء أو لا؟ طيب يعطيك العافية. شكرا لك يا أم علي. شمس من السعودية تفضلي يا شمس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي بعد رسالة لو سمحت. كم ناخذ منها؟ ثلاثة؟ ممكن اثنين ثلاثة. طيب يلا تفضلي. طيب ما حكم يعني اللفظ يعني مثل والله والله وكذا، هذا يصير عليه كفارة؟ سواء بصدق أو سواء يقول الشخص ما يبصدق يعني. يعني هو يحلف على شيء ولا بس كذا يعني دارج على لسانه والله والله؟ هي كذا انحلف بصدق وإنك بدون صدق، هذه يصير على كفارة يعني شرع على كفارة. طيب أعطيني مثال يا أم شمس. مثل كلمة والله ما أروح كذا، والله وهو عازم إنه ما يروح. هو إيه بس مغار إيمان كذا يعني، هذه لازم يصير على كفارة. طيب. واللفظ الثاني مثل بعزة الله وجلال بعزة الله وقدرته، يعني هذا يعتبر بعد زي لفظ اليمين على كفارة ولا؟ طيب طيب. والسؤال الثالث في مسابقات يعني مبالغ يعني ابغى مبالغ مادية تصويت مبلغ وقدره وكذا وكذا تحصل على جائزة وكذا، هذا جائز ولا؟ يعني التصويت مادي يعني على مسابقات معينه او جوائز معينه. ايه والتصويت هذا عليها يعني يدفع فيه الشخص وهو يصوت يدفع مال ايضا؟ ايوه مادي نعم. يعني انا اصوت لشخص لفلان من الناس وادفع فلوس ايضا على هذا التصويت؟ اي نعم، حتى يحصل على جائزه ومبلغ هذا حتى يحصل الشخص الاخر على الجائزه. اي نعم كذا. طيب طيب يعطيك العافيه. تسمع الاجابه يا شمس، شكرا لك. ام علي من الاردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسألك، اليوم جيت صليت الظهر بس ما نسيت السنة، صليت بالفرض مباشرة نسيت، تذكرت إني ما صليت السنة بس كملت لأني نويت الفرض خلاص، بعدين صليت السنة بعد ما خلصت الفرض، يصير يعني؟ يعني قضيتي سنة قبلية بعد الظهر؟ آه بعد، لأني نويت إني أصلي الظهر ونسيت إنه في سنة، تذكرت وأنا بصلي بالفرض. اي وكانت قضاء صح؟ اه بعدين قلت خليني اصليها بعد الفرض. طيب طيب بصير يعني. طيب طيب شكرا. شكرا عزيزة. لك شكرا لك يا ام علي. عبد الرحمن من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال. تفضل. في صحف في واحد ارسل لي صور الذهاب الى مكة والمدينة فأنكرت عليه وقلت الأفضل أن تخفي عملك وتخلص، فهو لم يقبل نصيحتي، فهو ذهب مرة أخرى إلى مكة والمدينة وأمثل مرة أخرى، فأنا صحت مرة ثانية ولكن تهزم عليه، فما حكمي في هذه الحالة؟
يعني أنت الآن نصحته ألا تصور عمرتك وزيارتك إلى الحرم وللمدينة ثم هو تهجم عليك؟ إيه يقول أنا ما قاعد أرى. قلت هذه من العلماء قالنا من مذاعات الرياء والسمعة وزي كذا. طيب طيب. سؤال آخر عبد الرحمن. شكرا لك. أم أحمد من السعودية. أم أحمد. أم شهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول أخوي أنا عندي أيوة أنا عندي عاملة غير مسلمة زين. أي. طيب إذا مثلا أنا يعني مسافر كذا 400 كيلو وأخذتها ولبستها عباءة. طبعا هي حتى الأذى ما تعرف إيش هو الأذى. يعني ما يكون رئة لله يعني. هذا أمام يعني بيني وبين ربي يعني ما يكونني بس أشهد عليه أنه يعني فأنه مسلمة وغير مسلمة يعني يجوز. ما فهم أنت تسافرين وين؟ مكة؟ لا أنا بسافر 400 كيلو من الرياض إلى 400 كيلو. طيب ثم لبستيها عباية ثم ماذا؟ ثم يعني هل يجوز يعني وهي غير مسلمة يجوز؟ طيب ألو ما أسمع. نعم 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 يعني يجوز ولا يكون رئاء يعني كان يسوي رئاء وكان يعني هي يعني تعتقد انه يعني حتى لو انها ما سامعني شيخ يمكن ان شاء الله هالعبايه هذه تصير سبب ان شاء الله لبس الحجاب يصير سبب ان شاء الله في حبها لمظاهر الاسلام ثم دخولها الى الاسلام ان شاء الله. لا لاني حتى لا اعطيتها مبادره حتى لو اعطيتها كذا مبادره قلت هذا اذان ومثل معليش انا ما اسمع فيه اصوات كذا ما الصوت غير واضح. لا نسمعك السؤال واضح تضح لي. يا مشاهد أنت مرادك من إلباس مثل هذا الحجاب لا تظهر أمام الرجال بمظهر فيه شيء من الفتنة وكذا صحيح يا مشاهد؟ لا مش هذا يا أبوي. لا طيب مش مرادك من إلباس هذا الحجاب؟ أنا بلبسها بس حتى لعل وعسى لعل يصير فيها شيء من يعني قريبة يعني تشوف أن ألبس عليه كذا لعل وعسى يعني قلبها يتحرك يعني لعل الله يشرح صدرها للإسلام عليك نور. أي نعم فتخشين أن هذا العمل من قبل الرياء؟ الله يوفقك ويحفظك. يلا طيب الله يجزاك خير يا مشاهد بارك الله فيك. شكرا لجميع المتصلين. نعود إلى شيخنا المبارك وأسئلة المتصلين. تقول منى من السعودية أنها حضرت إلى الحرم وقت صلاة الجمعة وكان عليها العذر الشرعي يعني كانت تعتمر مع أهلها لكنها كانت في زاوية من الحرم المكي وكانت تتحدث أثناء الخطبة مع إحدى النسوة وكلاهما لديهما العذر الشرعي. أشكل عليها موضوع الإنصات إلى الخطبة. هل تأثم من كان عليها العذر الشرعي أنها لم تنصت أم أن الإنصات فقط لمن هو من الرجال ومن النسوة التي ليس عليهن الحي؟ أولا يقال أخي ياسر بأن خطبة الجمعة يلزم سماعها من وجبت عليه الصلاة. الجمعة أما من لا تجب عليه الجمعة فلا يجب عليه أن يسمع الخطبة لأن جاء في الحديث من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة عليه. بمعنى من لا جمعة له لا يلزمه إيش الاستماع لا يلزمه الإنصات. بمعنى لو كان الشخص مسافرا مثلا ولم يصلي الجمعة صلاها ظهرا لا يلزمه الإنصات للخطيب يوم الجمعة لصلاة يوم الجمعة. كذلك الأخوات ممن تسمع مثلا في بيوتهن خطبة الجمعة لا يلزمهن أن يستمعن إلى خطبة الجمعة وهكذا. فالخلاصة أخي ياسر بأنه لا يلزم أن يسمع الخطبة إلا من وجبت عليه صلاة الجمعة. إن جاء عن بعض أهل العلم بأن الخطبتين بمثابة الركعتين عن صلاة إيش الظهر. وعلى هذا فمن لا تجب عليه الجمعة لا يلزمه أن يستمع إلى خطبة الجمعة والله تعالى أعلم. سؤالها الثاني قريب من السؤال الأول. بالنسبة للمرأة التي عليها العذر الشرعي الأفضل لها أن تحضر لخطبة العيد أو تمكث في بيتها إذا كان يعني هي سألت إذا كانت الحائض إذا كان حضورها قد يسبب مثلا مضايقة للنساء اللاتي يعني لسنا على حيض وبالتالي حضورها قد يعني ليس له فائدة أو ربما قد تمكث في الخارج
ولا تستمع جيدا للخطبة، أو ربما تكون في السيارة، فهل أفضل أنها تمكث في البيت وتستمع إلى خطبة الحرام ومن تتابعها عن طريق التلفاز؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صلاة العيدين الحيض وضوات الخدور أن يخرجنا للمصلى وليعتزلنا مصلى المسلمين في صلاة العيدين، فهذا على خلاف إيش صلاة الجمعة. تعرف أن أيام الأعياد أيام إيش غفران وجوائز وفرح، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيض وضوات الخدور أن يشهدنا الصلاة ويعتزلنا مصلى المسلمين في حكمة. أي نعم، لا شك تشهد الخير مع المسلمين، تشهد الخير، لأن يوم العيدين وصلاة العيد يوم الجوائز، توزيع الأجور والثواب والبركة على المسلمين، فكون المسلمة تحضر وتستمع الخطبة وتشهد هذا الخير حتى لو لم تستمع أخي ياسر، مجرد شهود جمع صلاة العيد هذا فيه إيش؟ فيه بركة، لكنها تعتزل المصلى أو المسجد إن صليت صلاة العيد في المساجد، فهذا على خلاف من صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة ابتداء لا تجب على النساء، لكنها إذا حضرت الصلاة وهي على طهارة لم تكن حائضا فوجب عليه حينئذ إذا صلت الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر، والله تعالى هناك فرق أخي ياسر. أما العيد فجاء به النص بأن الحائض تشهد صلاة المسلمين صلاة العيدين، لكنها تعتزل المصلى وتستمع إلى الخطبة، وذلك ليس على سبيل الإجاب بل على سبيل الندب، بمعنى لو أن المسلمة مكثت في بيتها ولم تحضر صلاة العيد فهي على خير، لكنها تركت إيش؟ تركت الأفضل، والله تعالى أعلم. نعم، نبقى فيما يتعلق بيوم الجمعة. أم علي سألت عن قراءة سورة الكهف، هل تقرأ كل جمعة؟ نعم، هذا هو الصواب أخي ياسر، أنه جاء في الحديث من قرأ سورة الجمعة، في غير ما حديث جاء هذا اللفظ، من قرأ سورة الجمعة سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، فعلى هذا يسن أن تقرأ يعني على الصحيح، وإن كان بعض ضعف الحديث لكن الصحيح أنه ثابت وحديث تلقته الأمة بالقبول، ولذلك يسن أن يقرأ المسلم سورة الكهف في نهار كل إيش يومي جمعة، هذا على الصحيح والأصوب والله تعالى أعلم. فلا ينبغي المسلم حقا أن يفرط في قراءة هذه السورة وما جاء فيها من فضل في قراءتها في نهار يوم الجمعة، والله تعالى أعلم. حصة تقول أنها حلفت على والدتها على أمر، أو تقول أن والدتها حلفت ألا تفعل أمرا معين ويلزم أن تفعله، لابد أن تفعل هذا الأمر، فماذا عليها؟ أجيب عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأتي الذي خير هو خير. ولذلك أنا سألت الأخت الكريمة، قلت هل هي حلفة أن تفعل معصية؟ إذا كانت حلفة أن تفعل معصية فيجب عليها وجوبا أخي ياسر أن تكفر عن يمينها وأن يعني أن تنكس عن فعل هذه المعصية. أما إذا كان أمرا يعني طبيعيا عاديا فتتأمل ما هو الخير، فإذا كانت حلفت على ما هو أدنى خيرية فتكفر عن يمينها ثم تأتي الذي هو خير. بمعنى أخي ياسر، قد يحلف المسلم على أمر يظن أن الخيرة فيه ثم ينبه بعد ذلك وينتبه إلى أن الخير في خلافه، ما العمل حينئذ؟ يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير، الذي هو بخلاف ما بت يمينه عليه، والله تعالى أعلم. هنا سائلة عبر إكس تقول: أخي من متلازمة داون ويتعالج، وأنا أرافقه أثناء فترة علاجه وسفره، ولست موظفة، لكن فهل لي أن أخذ من ماله لتفعيل مثلا النت لي في جوالي فأدفع نصف القيمة والنصف المتبقي أخذه من مال أخي وأفتح له النت أثناء السفر وأثناء الانتظار في المستشفى وأغلقها فترات حتى يرتاح وينام، فهل فعلي صحيح؟ لا يجوز لها أن تأخذ من مال أخيها شيئا لنفسها أخي ياسر بحال، لأنه لا يجوز مال امرئ إلا بطيب نفس إيش منه. فإذا كان هذا الأخ مثلا في شيء من العتاة أو شيء من المرض أو شيء من الضعف فإنها تأخذ من ماله كي تنفق إيش عليه، تنفق عليه، لا أن تأخذ من ماله كي تنفق شيء على نفسها، سواء ما يتعلق باشتراك الإنترنت أو شيء من لباسه حتى وإن كانت مرافقة له في مرضه. نعم هي على خير وهي محسنة بمرافقتها معه في هذا المرض وفي أسفاره وفي حله وفي في في رقوده في مستشفاه، إلا أنها لا يجوز أن تأخذ من ماله شيئا
لكي تدعه في شيء من حاجياتها أو شيء من خصوصياتها، إنما تأخذ من مال لكي تنفق عليه، مثلا احتاج شيء من أدوية تنفق عليه من هذا المال، أو شيء من اللباس تنفق عليه من هذا المال. أما أن تأخذ من مال لكي تنفق به على نفسه هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. أم علي تقول أنها تلبس أجلكم الله والمشاهدين شرابا ضاغطا لأجل تورم في قدمها، وأحيانا تستيقظ وقد اقترب وقت الفجر على الانتهاء، فحتى لا يفوتها هذا الوقت، ولأن العملية تطول معها عملية لبس الشراب وكذا، تتيمم، فهل فعلها صحيح؟ يعني تقصد أخي ياسر إذا أرادت أن تنام تلبس هذا الجورب صحيح؟ وتريد أن تخلع إذا أرادت وكيف ما هذا السؤال لا أعلم، لكن هي تسأل عن التيمم مخافة أن يذهب وقت الفجر. أنا سأجيب إجابة عامة الحق، لأن لا لم أدرك حقيقة يعني سؤالها. أخي ياسر، من يعني أدركه الوقت ولا يعني بحيث لا يستطيع أن يتوضأ إلا ويخرج إيش الوقت، فهو على حالين. إن كان تركه ذلك تغافلا وتساهلا فإنه حينئذ يجوز له أن يتيمم قبل خروج إيش ويصلي قبل خروج الوقت. أما إن كان غلبه نعاس مثلا أو غلبه شغل بحيث يكون أهل الأعذار بحيث ضاق عليه الوقت ولا يستطيع إلا أن يتيمم ثم يصلي، فإنه حينئذ يتيمم ثم يصلي. أخي يتوضأ ثم يصلي، لا يجوز له أن يتيمم. أعيد أخي ياسر إيضاحا لهذا الأمر، أقول من غلبه الوقت بحيث كان أهل الأعذار، كم من شخص نام مثلا أخي ياسر ولم يستيقظ إلا قريب من خروج الوقت، هل نقول التيمم أو توضأ؟ نقول والحات هذه توضى حتى ولو خرج الوقت، لأنه بهذا معذور أخي ياسر، لأنه قد عذره ما عذره من عند مما كان عنده من الأعذار. أما إذا كان تساهل شخص مفرط مثلا متساهل في وقت الصلاة ثم تفاجأ وانتبه وراد أن يصلي قبل خروج الوقت، نقول أنت غير معذور بأن تؤخر صلاتك وتصليها في خارج إيش وقتها، فيشرع لك حينئذ أن تتيمم حتى تصلي الصلاة في وقتها، والله تعالى أعلم. أما الأخت الكريمة فلم حقيقة يعني أدرك حقيقة سؤالها، هل هي تريد يعني أن نزع مثل هذا الجورب يستغرق وقتا طويلا؟ لا أعرف الحقيقة ماذا تريد. لبسه لماذا تلبس هذا؟ هو شراب طبي. طيب أخي ياسر بإمكانها أن تتوضأ وتصلي ثم إذا فرغت تلبس هذا الجورب مباشرة، ولا يجوز لها أن تؤخر الصلاة عن وقتها. ولا أظن هذا الوقت القصير أخي ياسر، وقت الصلاة 10 دقائق ربع ساعة، يعني سيؤخر لبس مثل هذين الجوربين. طيب أيضا سألت عن المسح على الشراب المبللة. لا بأس إذا كان بللها ليس بنجاسة، ليس ببول أو نجاسة، أي نجاسة من نجاسات، لا بأس أخي ياسر تصلي به حتى وإن كانت هذه الجوارب مبللة. يعني قد مثلا يكون مثلا يعني أصاب قدماه أو قدميه شيء من الماء، أو أنه يعني أصابه أي بلل إن كان غير أن لا يكون نجاسة، فيجوز له أن يصلي به حتى وإن كان جوربا أو حذاء متبللا، والله تعالى أعلم. نعم. شمس تقول شخص دائما يقول والله والله ما أروح والله ما أجي، فيعني هل عليه كفارة في هذا الحلف؟ ينظر أخي ياسر إذا كان ذلك من أول يمين، يعني بعض الناس يقول والله أنا ما رحت والله ما، يعني كأنه يعني يطلقها هكذا، هذا يسمى لغو اليمين، هذا ليس فيه إيش، ليس فيه كفارة، إنما الكفارة في اليمين المنعقدة. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم كما يقول المولى عز وجل. لكن أيضا المسلم مأمور بأن لا يجعلها عرضة لأيمانه. بعض الناس الحلف على لسان هذا لا يبغ ولا يشرع، لكن في الوقت ذاته ليس عليه إيش كفارة إذا حنث فيه، إن صح التعبير، وإلا أيضا ليس منعقد حتى ينحنث فيه أو يحنث فيه. أما إذا كانت يمين منعقدة والله لا أفعل كذا، والله لا أذهب، والله لا آكل مثلا أخي ياسر، هذا هو الذي فيه إيش الكفارة إن حنث فيه. أما اليمين العابرة فهي لغو يمين وليس عليه كفارة، والله تعالى أعلم. بعزة الله وجلاله هل تعد يمينا؟ يجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل، والعزة من صفات الله، ورحمة الله مثلا وعزة الله يجوز الحلف. كذلك يجوز الإنسان يقول والقرآن مثلا، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فيجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته. آياتي ينظر أخي ياسر إذا كانت الآيات الكونية لا يجوز الحلف بها. يقصد آيات الله هو على كل حال القرآن. إذا كان يريد الآيات الكونية الشمس والقمر والليل والنهار والخلق، هذه من آيات الله عز وجل، هذا لا يجوز الحلف بها.
لكن إذا كان يقصد بآيات الله عز وجل هي آيات القرآنية التي هي من كلام الله عز وجل صفة من صفاته، هذه يجوز الحلف بها والله تعالى. وذلك لا يقال بأنها يجوز أو لا يجوز، بل يستفصل فيها وما المراد بالآيات، إن كانت الأولى فلا، وإن كانت الثانية فنعم والله تعالى. حرف الباء هو حرف قسم يعني؟ نعم. بعزة الله الباء والواو والتاء كلها من كلها أي كلها أي كلها يعني بالله حروف قسم تالله وبالله والله أيوة. كل حروف قسم، لكن تعرف عموم الناس اليوم في اللهجة العامية يستخدمون ايش؟ الواو. الواو أكثر. أي نعم. أي نعم. لكن في القرآن جاء تالله وجاء بالله، كل هذه من ايش؟ حروف القسم التي تنعقد بها اليمين وينعقد بها القسم والله تعالى. لعمرك لعمرك هذا فيه شيء حلف بالعمر بالعمر المرء في إيه. نظري هذا يجي في يأتي في الأسعار ويجي في الأشعار كثيرة إيه. فلا ينبغي الحقيقة استعمال مثل هذا الحقيقة، لأنه قد يكون في مشعر بحلف بغير الله عز وجل لكنه في حقيقته ليس قسما، وإن كان الأشعار والأدب يعتبرونه شيء من القسم وشيء من التعظيم، لكن ليس قسما ما دام أنه ليس بأدوات إيش وحروف القسم المتقدمة ليس قسمه الله تعالى أعلم. تسأل عن التصوير، يعني بعض الناس أخي ياسر يقول أمانتك أيها. هذا ليس قسما، هو يقول في أمانتك أنا يعني أستجدي أمانتك، هل هذا كلام صحيح ولا مثلا أمنتك لكن إذا قال وأمانتك مثلا أو يعني هذا في شيء من نعم أقسم بأمانتك مثلا هذا قسم ولا شك فالعبرة في هذا في لفظ إيش؟ لفظ اليمين نعم. تصويت، ويتخلل هذا التصويت دفع مال لشخص لأجل أن يفوز في جائزة. لا، هذه الحقيقة ما طبيعة هذا التصويت أخي ياسر؟ قد يكون تصويت لأجل منصب معين أو لعضوية مسابقة. هل يتيح من شرع المسابقة هذه مثل هذا أخي ياسر؟ قد يمنع، قد يكون هذا التصويت في بعض المسابقات يكون تصويت مثلا عبر إرسال رسائل، وهذه الرسائل يتخللها دفع مثلا يعني تخللها رسوم او لا، هذا امر اخر اخي ياسر، لانها سالت عن مسابقه يا شيخ، لكن انا لا اتكلم عن جانب المادي واتكلم عن جانب اخر شيخنا الكريم، مساله انني اصوت شخص قد لا يستحق الجائزه. انا اخي ياسر اذا سالتك الان سلمك الله، الان تعرف ان هناك جوائز تنصب لاجل مثلا تميز في امر ما مثلا طيب. جيد، فيأتي شخص ويدفع أموال للناس لكي يصوت له الحصول على هذه الجائزة وهو غير مستحق لها، هذا لا يجوز أيه. هذا لا يجوز. أما إذا كانت جائزة عابرة يعني مثلا مجرد يعني أعطاه مثلا متجر مثلا وخصص جائزة، هذا ليس فيه بس يعني يدفع لمن يصوت له، لكن إذا كان لا المصوت هو من يدفع المصوت أو المصوت له لا المصوت هو من يدفع يعني يصوت ويدفع. أنا سألتها قالت نعم يصوت ويدفع. غريب هذا الحقيقة، هذا غريب. هذا يعني مثالهم كما ذكرت من يرسل مثلا رسالة نصية وهذه رسالة تكون مدفوعة تكون رسالة مدفوعة يعني نعم. هذا لا يجوز أخي ياسر، هذا يكون حينئذ نوع من المقامرة من المقامرة أي نعم. مثل بعض الحلقات الآن والقنوات الآن في بعض البرامج مثلا تفتح أرقام معينة وتكون هذه الأرقام مدفوعة عليها رسوم أو رسائل نصية SMS مثلا أو أيا كان الوسيلة، لكن يكون مقابل هذه المشاركة إيش؟ رسوم فيكون حينئذ أن المشارك مترددا بين غنم وغرم هذا هو القمار هذا هو القمار. وإذا اقتلحها خياسة تكون وسيلة المشاركة أغلى مما هي عليه عادة، يعني مثلا إذا كانت المشاركة برسائل نصية معروف أن قيمة الرسائل النصية قليلة جدا ربع ريال أو أقل من ذلك، لكن إذا كانت مثل هذه البرامج تكون قيامها إيش؟ مرتفعة. إيه مرتفعة، فتكون مثل هذه البرامج وسيلة لجلب الثراء لمثل هذه الجهات الحقيقة القنوات وما شابه، فهذا نوع من القمار، فيكون حينئذ المشارك مترددا بين غنم وغرم، حتى إنه إذا لم يفز تحسر أخي ياسر ولا؟ ليس المشارك. المشارك. المصوت. المشارك ليس له شيء. مشارك ينتظر الناس تصوته. أنا أتكلم عن اللي صوت. أنا أصوتك لأجل أن تفوز بهذا الجائزة أو صوت لفلان وياخذ من جوالي. إذا كان الجائزة نصبت لشخص بعين له صفات معينة وهذا الشخص ليس أهلا لهذه الجائزة، لا يجوز أخي ياسر حقيقة أن يصوت لشخص اللي لا يستحق هذه الجائزة. هذا أيضا أمر آخر. هي عدة أشكال. عدة أشكال لها صور كثيرة. إذا كان الحالة هذه مثلا شخص مثلا جهة من الجهات مثلا وضعت جائزة مثلا
لشاعر مثلا بصفات معينه وقد لا يستحق لا يستحق فياتي من يصوت له مقابل مبالغ ماليه حتى يحوز مثل هذه الجائزه لا يجوز اخي ياسر لا شك وحتى من وضع الجائزه لا يمنع مثل هذا اخي ياسر وهذا من الخداع والغش حقيقه فليصوت له اذا كان يرى امانه هذا نوع من التزكيه وكانه يقول اخي ياسر هذا ما اردت يا شيخ وكانه يقول هذا الذي يعني صوت له كان يقول هذا الرجل كفر وهو في الحقيقة ليس إيش ليس كفر هذا لا يجوز أخي ياسر المرء إذا يعني زكى أحد هذا نوع تزكية ونوع شهادة الحقيقة أحيانا تأتينا رسائل يا شيخنا مثلا صوتوا لولدي في المدرسة أنا والله لا أعرف ولده ولا أعرف وين هو يدرس وصوت له يعني حياء من هذا الشخص وأنا لا أعلم من قد لا يستحق هذا الجائزة مثلا في مسابقة إلقاء لا لا يجوز مسابقة القامة هو أفضل من في المدرسة في نظري لا يجوز مثل هذا أي هذه كثيرة يا شيخ أي نعم أن تعرف مثلا إذا مثلا ما ذكرت مسابقة القاء مثلا خطابة مثلا أو خطابة خطابة مثلا نعم. من وضع هذه الجائزة ماذا يريد منها أخي ياسر أن يفوز الأكثر نعم يفوز الأكثر الأفضل. لكن مثل هذه السلوكيات أخي ياسر لا شك أنه خداع وفيه تنصيب وفوز لمن ليس إيش هو الأكثر لأن مجرد التصويت أخي ياسر ما معنى ذلك أخي ياسر أنني كأنه شهادة نعم شهادة كأنك تقول أن هذا الرجل هو الأكفى لحصول هذه الجائزة وأنت ما تعرف أصلا تدخل في شهادة الزور نوع من شهادة الزور نعم نوع من شهادة الزور هذا كذب أخي ياسر ألا يصيب الغبن من كان يستحق صحيح أخي ياسر صحيح نعم هذا لا يجوز لا يجد أحد أما إذا كنت تعلم حال هذا مثلا متسابق مثلا وتعرف أنه الأكفى لا 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 ما في بأس أنك تشارك وتصوت له لكنك ما تعرف وتعرف ان هناك اناس يتنافسون على الحصول عليها لا شك ان هذا لا يجوز اخي ياسر نعم انها نعم. نوع من الشهاده ونوع من التزكيه اخي ياسر كذلك نعم. كيف تزكي شخص لا تعرف لا تعرف هذا ما اردت يا شيخ في نوع لكن هي على كل حال هي على كل حال هي لها صور كثيره ولذلك ذكرت يمكن ثلاث صور الان وانا اتحدث صحيح. قبل قليل ولها اشكال ايضا نماط اخرى ربما لا يسع الحديث عنها في هذه الدقائق نعم. ام علي من الاردن نسيت ان تصلي السنه القبليه قبل الظهر فقضتها بعد الصلاة هذا هو الصحيح على صح أقوال أهل العلم بأن السنة الرواتب أخي ياسر إذا فات وقتها فإنها تقضى وعلى هذا أدلة كثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل وفد نجران عن ركعتي أو سنتي الظهر فصلاها في العصر أيضا لما رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر القبلي يصليها بعدها أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان قافلا من إحدى المعارك أخي ياسر وأوكل الإيقاظهم إلى بلال فغلبه النوم ولم يوقظهم إلا حر الشمس فأمر بلال أن يؤذن ثم صلى سنة الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر فدل هذا بمجموعه على أن الصواب أن السنة الرواتب إذا فادت فإنها يقضيها صاحبها والله تعالى أعلم نعم بقي سؤالان للمتصلين أم شاهد تقول لديها عاملة تريد أن تلبسها عباءة هي غير مسلمة تريد أن تحببها في الإسلام وتخشى أن ذلك من قبيل الرياء نعم هي على خير أخي ياسر الحقيقة لكن لا ينبغي أن تجبرها الحقيقة لأن تعرف المسلم لا تجبر على الحجاب إنما تجبر على الاحتشام في لبسها أخي ياسر غير المسلم غير المسلم هي نعم لأن الحجاب عبادة صحيح لكن في الوقت ذاته لا تتعرى الكافرة في بلاد المسلمين ويقال لأنها لا يجوز لها لا ليس كذلك بل تلبس لباسا إيش يعني محتشم يخفي الحقيقة يعني مظاهر الفتنة فيها وما شابهها أما أن نلزمها بالحجاب مثلا بالنقاب والحجاب الشرعي هذا لا يلزم لأن الحجاب عبادة لا يلزم إلا المسلمة لكن الأخت الكريمة مجتهدة وهي على خير في ذلك إن شاء الله تعالى لكن لا يكون ذلك على سبيل إيش الإجبار الحقيقة لكن إذا جاء بسبيل التودد وتطيب الخاطر وبيان معاني الحجاب والحكمة منه لعل ذلك يكون سببا يفتح فيه على قلبه نسأل الله أن يفتح على قلبه آمين. وأن يردها إلى الحق والصواب والدين إنه جواد كريم آمين. عبد الرحمن يقول أنه نصح والأخت الكريم الحق يبدو فيها شيء من الحرص وهي إن شاء الله على خير في هذا الحقيقة إن شاء الله. هي على خير وإلى خير بإذن الله عز وجل بإذن الله عبد الرحمن يقول أنه نصح شخصا يصور عمرته وزيارته للمدينة ثم تهجم عليه هذا المنصوح وقال له يعني لا تنصحني يعني دعني وشأني يعني أولا مسألة من يصور عمرته وزيارته للمدينة وأيضا الشخص كيف ينصح من رأى شخصا يقع في خطأ أو في إشكالية هل يعني هذا التهجم ربما جاء بطريقة يعني
قد لا تكون لائقة في النصيحة، قد أنا ربما قد تكون نصيحته لائقة وبرفق وهذا والشخص الآخر تهجم عليه، ولكن نخشى أن تكون بعض النصائح فيها نوع من يعني أولا أخي ياسر السؤال من شقين حقيقة، أما ما يتعلق بمن يعتمر أو يحج أو يزور المسجد النبوي هل يصور أو لا، أولا أخي ياسر يقال ينبغي يعني بشرطين، أنا في نظري أنه يجوز أخي ياسر بشرطين، الشرط الأول ألا يكون ذلك التصوير على حساب عبادته يا أخي ياسر، يعني بعض الناس طول ما هو يعتمر ويؤدي المناسك وهو إيش يصور نعم وكأن الأمر أصبح إيش سياحة يعني تصوير للناس هذا لا ينبغي الحقيقة، قد يذهب مقصود ميش من خشوع القلب وحضوره في أداء المناسك والعباد. الأمر الثاني أخي ياسر أقول كل مرء يعلم من نفسه إذا كان يعلم أن تصوير مثل هذه المناسك أو أجزاء من عمرته أو حجه سيذهب شيء من نيته لا ينبغي الحقيقة مثل هذا، وهذا فيه شيء من الرياء الذي لا يجوز شرعا، بل قد يكون مندوبا في بعض الأحيان إذا كان الشخص مقصده أن يحث الناس على مثلا على العمرة وعلى الحج أو أن يرغبهم في أداء مناسك الحج والعمرة أو أن يعلمهم مناسك الحج فهو على خير، فالأمر يرجع إلى ذات المرء شريطة ألا يشغله ذلك عن عن, عن عن أداء مناسكين حج أو عمرة، فالأمر ينبغي الحقيقة أن يعني كل امرئ بما يعني بنفسه يعني خبير في مثل هذا الحقيقة، بمعنى أنه إذا كان يودي به للرياء والمراءة العامة هذا لا يجوز هو أعلم بنفسه، أما إذا كان يريد تعليما أو حظا أو تشجيعا للناس على أداء العمرة ممن تغافل عنها وترغيبا لها فذلك حسن الحق، لأن بعض الناس مثلا يتهيب من الحج أخي ياسر ويقول الحج زحام وتسمع الناس اليوم، لكن إذا رأى هذا الشخص ينقل له الحج بسهولته وتيسره ما فيه من السكينة والروحانية قد يتشجع مثل هذا هو على خير، شريطته ألا يكون ذلك مشغلا له عن أداء إيش مناسكه وذهاب لروحانية هذه المناسك. أما ما يتعلق بالشق الآخر وهو سؤال أخ الكريم، أنا أقول لعلك أخ الكريم نصحته بشيء من الغلظة والشدة، فإذا كان كذلك فينبغي للناصح أن يتق الله عز وجل وأن ينصح بشيء من الطيب والرفق واللين وأن يظهر في خطابه وفي ملامحه شيء من الرحمة وإرادة الإصلاح والحب والرأفة والنفع لهذا المنصوح، لا يكون في شيء من إيش من الغلظة أو شيء من الشدة، ثم إن المنصوح يعرف المتلقي يا أخي الملقي له أو الناصح له، بعض الناس إذا أراد أن ينصح من علو أخي ياسر، ودائما النصيحة من علو لا تجد مكانها في نفس المتلقي، وذلك على الناصح أن ينصح بتودد وبرحمة وبعطف وإرادة النفع، وبالمناسبة أخي ياسر القلوب تعرف بعضها البعض أخي ياسر، بمعنى إذا صدقت في نصحك بطيب ولين وخطاب رفيق لين والله إنها حتما ستجد إيش مكانها عند المتلقي ولو بعد حين، كذلك يجب على المتلقي المنصوح أخي ياسر إذا نصح في خير وارشد إلى خير يجب عليه أن يمتثل ولا أن يتكبر الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، قام رجل وقال رسول الله أن الرجل يكون يحب إيش أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني إيش؟ رد الحق، فإذا جاءك الحق وجاءك من يعلمك الحق فيجب عليك أن تسمع له وتقبل هذا الحق حقيقة، وعلى كل حال النفس هي أصل بطبيعتها فيها شيء من الزهو وشيء من الكبر، فعلى المرء أن يوطي نفسه أخي ياسر، النفس البشرية فيها من الحظوظ وفيها شيء من الشؤم والقبح على صاحبها وعليها، سوء الظن أخي ياسر، عدم القناعة، الكبر، كل هذه حظوظ نفس، الحسد، وذلك ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية في الحسد؟ يقول ما خلا جسد من حسد، تخيل أخي ياسر، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، كذلك سوء الظن، النفس البشرية مجبورة على سوء الظن، وذلك الإنسان مأمور بأن يحسن إيش الظن في إخوانه المسلمين، ثم أعلم أخي ياسر من يعني قنع نفسه ورباه على حسن الظن ورباه على عدم الحسد ورباه على عدم الكبر هو المستريح أولا وآخرا، لأن يا أخي الكريم من استمرأت أمراض نفسه فيه قد تعبت نفسه أولا وإيش وآخرا قبل أن يتعب إيش يتعب غيره من فئة المسلمين من هو حوله، فمن ربى نفسه فهو المستريح حقيقة، يعني اليوم مثلا صاحب سوء الظن يا ياسر من الذي يتعب أولا وآخرا هو صاحب سوء الظن هو الذي يعني يضجر، ربما بعضهم حتى أودت به للأمراض النفسية والدخول مع الناس في مشاكل وفي عراكات وفي أمور لا تحمد وإيش عقباها الحقيقة، لكن من ربى نفسه على حسن الظن ألا يستريح في حياته يرتاح ويريح ويرتاح ويريح
كذلك اليوم أخي ياسر من ربى نفسه على القناعة مثلا، هذه من أمراض النفوس عدم القناعة والجشع، إذا ربى نفسه على القناعة والغنى، غنى النفس يا نعي العرض ليس غنى عن كثرة العرض لكن غنى غنى النفس، يستمتع بكل ما يكتب الله عز وجل ويوفر. لكن تجد اليوم الناس لشدة جشعه وعدم قناعته يملك الملايين المليانة إلا أنه ليس مطمئنا في حياته. وهكذا الحسد كذلك أخي ياسر، الحسد اليوم من لم يعني يكبح جماح نفسه عن الحسد ورؤية ما عند الناس تجده متعب في حياته، لكن إذا رباها واجتهد على تربيتها وعلى صيانتها من هذا الداء لا شك أنه كما ذكرت يستريح ويريح. فنسأل الله عز وجل يعيننا على تربية أنفسنا والأخذ بخطامها الحقيقة لما فيه خير لها في أمر دينها ودنياها، لأن النفس كالخيل أخي ياسر، إن تركتها فهي جامحة، لكن إن ألجمتها بلجام قوي رصين صحيح لا شك أنها تنكس عما ينبغي أن تكون عليه، والله تعالى أعلم. والموفق من وفقه الله عز وجل، نسأل الله يجعلنا وإياكم موفق. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. شكر الله لكم. الله يرضى عليك أخي ياسر، وصلى الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء ذخرا لنا جميعا عند لقائه جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الشكر يمتد لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، وأعتذر للأخوة في إكس من بعثوا بأسئلتهم، أعدهم إن شاء الله أن نطرحها غدا. نسأل الله نعين على خدمتكم جميعا وعلى توصيل أسئلتكم إلى المشايخ الكرام. اعذرونا الوقت ضاق بنا، الأسئلة كثرت من هنا وهناك، لكن إن شاء الله البرنامج مستمر معكم بشكل يومي، فإن لم نطرحها اليوم سنطرحها غدا، ما طرحناها غدا فهي موجودة إن شاء الله وسنطرحها في الوقت المناسب. هذا البرنامج بإمكانكم أن تتابعوه على يوتيوب قناة الرسالة. إلى أن نلقاكم غدا نترككم في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سد العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. Oh.